السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب السرافندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. كيف الأمور؟ تمام التمام تمام التمام. اليوم في عنا حاجة جديدة بدنا نيجي نشوفها، وهي عبارة عن موضوع جديد من المواضيع اللي بتخلي أجهزتنا لوز اللوز. كونوا معنا الآن، لا تنسى الضغط بزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد، وخلينا نشوف المفيد. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين عندنا في ايش مركز تحكم اللي هو 13 ومركز تحكم 12. هذا الشكل هيكون زي هيك عندك، وهذا الشكل هيكون زي هيك. تمام. عندنا بالنسبة للأيقونات، الأيقونات مثلا خلينا نمسك جهاز واحد من الأجهزة، عندنا هنا الأيقونات مختلفة تماما، وهذه طبعا واجهة 14 اللي احنا حاطينها، أو الصورة هذه بنقدر نحطها. وإحنا قلنا قبل هيك لما تيجي تعمل زيك وتيجي على الإضافات وتيجي من الاستوديو نفسه، في حاجة اسمها تتعلق بالاستوديو اللي هو المعرض، وبتختار هذه وبتحط فيها الصورة، ما في مشكلة. يعني بتعمل زي هيك، تنقلها مثلا لو ما جتي تنقلها مثلا في مكان زي هيك، وبتيجي على الاستوديو وتختار صورة وبتظهر عندك الصورة، وهذه الصورة موجودة معنا في قناة التليجرام. هذه الأيقونات اللي انتم شايفينها مختلفة، مثلا الثيمات الإعدادات الشكل كله اختلف، وعندنا هنا في الأعلى زي ما انتم شايفين. نيجي لو اجينا عملنا عملية شاشة القفل، شاشة القفل اختلفت تماما بشكل رائع وحلو، وبقدر أنا هان عمل زي هيك، ولو عملت زي هيك، ولو عملنا زي هيك، في عندنا دائرة، الدائرة هذه بتقدر كمان في عندك حوالي 3 أو 4 صور، بقدر أتنقل بينهم بشكل زي ما أنت شايف من اليسار إلى اليمين. باجي بعمل ضغطين هنا أو نقرتين بيظهر عندي، بنقر نقرة بنقر نقرة، بيرجع هنا اللي هو هنا في إعدادات اللي هو الكاميرا الساعة والبطارية وماي فون. لو عملنا زي هيك بيرجع الدائرة تماما زي ما أنت شايف. نفتح شاشة القفل. طبعا الانيميشن هذا اذا انت جهازك بيدعم الانيميشن هيعطيك هذا الشكل. موضوع مركز التحكم، مركز التحكم الامور تبعته متغيره، مش نفس اللي كان سابق، لا انت لما تطلع فيه هتلاقيه مختلف. في عندنا هيكون كمان شكل ثاني، هذا الشكل الثاني كمان هنحطه معنا في اجهزتنا، فخلينا بس نشرح الشكل الاول. كيف بدنا نحط الشكل الاول ولا اي حاجه؟ بنيجي على تطبيق الثيمات، واجينا على تطبيق الثيمات، اول حاجه بننزل هذا الثيم كالامارو، شايفه كالامارو، ننزل لي. ثاني حاجه هننزل ستار كروسنج. تمام. اول حاجه لما بدنا ننزل الثيمين هذول هنعمل للثيم الاول اللي هو كالامارو. اذا عندك النظام هيك، في عندنا نظامين احنا بالنسبه للثيمات، في عندنا النظام اللي زي هيك وعندنا النظام الثاني، عندنا النظام هذا والنظام هذا. اذا عندك النظام هذا بتيجي على تخصيص وبتعينه للايقونات، وهي تعيين للايقونات، وهنا نفس الشيء بتعينه للايقونات زي ما انت شايف، هي عندك الايقونات. تمام. الثيم الثاني بتعينه اللي هو ستار كروسنج، بتعينه تخصيص، بتيجي على شاشة القفل وبتيجي على الشاشة الرئيسية وبتعمل تعيين، وامورك خلصت هيك تمام التمام، بيصبح معك الشكل هذا والامور هذه كلها امورها تمام التمام. نيجي على الشكل الثاني. اول حاجة قبل ما نبدأ على الشكل الثاني، الشكل الثاني كيف الخلفية تبعته؟ هذه الخلفية خلفيات واجهة 14، تم الحصول على 4 خلفيات، والأربع خلفيات موجودة الآن لدينا. أول حاجة هنيجي نطلع بس في المكان هذا اللي هو هذا مركز التحكم، الخلفية الزرقاء، شاشة القفل، شاشة القفل زي ما أنت شايف بالأيقونات هذه كلها، هذه مدعومة طبعا، ممكن تيجي تعمل زي هيك يضرب معك الكشاف ضغطتين مرة بعض، وهنا عندك البطارية والساعة والأمور التليجرام وهكذا. الأمور هنا لما نيجي ندخل في الداخل، في عنا الساعة هذه اللي شكلها لذيذ وحلو وزاكي، هذه الساعة اللي انت شايفها الصحيح، انا عجباني كتير اللون الاحمر واللون الازرق مع الساعة الرقمية، والخلفية الزرقاء. الخلفية الزرقاء هذا بتقدر تستبدلها باربع خلفيات، هحط عندك اربع خلفيات، هيكون في عنا اللون هذا واللون هذا واللون هذا واللون الازرق اللي موجود، يعني بتقدر تستبدل اي لون بدك اياه. طب لو جينا استبدلنا اللون، ايش رايكم؟ نيجي على الثلاث نقاط وتعيين كخلفية للشاشة وتعيين للكل، ونطلع من المكان. كيف؟ برضو رائع، برضو رائع حلو. لو جينا دخلنا جوا هيك، طلع كيف في الداخل حول الهاتف، الإشعارات لونها تختلف، شايف كيف الإشعارات؟ الإشعارات لونها باللون اللي انت شايفه اللون الأحمر. مركز التحكم طبعا حسب الخلفية هيكون موجود. تمام التمام. كيف هنعين هذا الكلام؟ هنيجي على تطبيق الثيمات. تطبيق الثيمات شايف كيف شكله؟ كيف شايف الايقونات؟ الايقونات يعني شكلها كلها صار نظام دائري، اختلفت
بيكسل اي يو اي زد فيرجن او في 13، هذا هو اللي بدنا ننزله. وتعملوا تعيين لكل الايقونات ما عدا الشاشه الرئيسيه، هنحط لها الخلفيه، يعني كل الايقونات ما عدا الشاشه الرئيسيه بتقول له تعيين. وبتيجي على الخلفيات، الخلفيات هيكونوا على قناه التليجرام وتنزلهم انت، هيكون لهم رابط. نيجي على ثلاث نقاط لو نشوف الخلفيات كيف خلفيه الشاشه. تمام، لوز اللوز يا معلم ومية المية. وشاشة القفل، طبعا شاشة القفل انا عينت لشاشة القفل والشاشة الرئيسية، بتقدر كمان اذا بتكشف شاشة القفل اللي انت شفتها تعينها كمان للشاشة الرئيسية وشاشة القفل في نفس اللحظة. وبالنسبة للساعة هي موجودة وامورك لوزين اللوز. وهذا ما كان لدينا في خلال الفيديو، كونوا معنا دائما، لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد، ونلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.